يا صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، صباحكم قمر زي وصفتنا كده النهاردة إن شاء الله. العيش بقى بتاع النهاردة ده من الوصفات اللي بكون مبسوطة جدا جدا وأنا بحضرها، لأن خطواته كلها ممتعة بصراحة، من أول طريقة التحضير لغاية شكل القمر ده وهو بيترفع كده. أو ممكن لأن العيش ده بالنسبة لي حالة خاصة كده بحكم إن أنا كنت مغتربة، فقد إيه بقى كنت بشتاق للعيش البلدي المصري، وأكيد المغتربين عارفين الكلام اللي أنا بقوله ده. وكمان لما رجعت من بره وبما إني عايشة بورسعيد فما بيعملوش العيش البلدي ده عندنا في الأفران، بيعملوا العيش الأبيض. الافران بقى اللي بتعمل العيش الاسمر ده حر بتبيعه غالي، قلت طب وعلى ايه ما انا اعمله في البيت احسن، وعلى الاقل بقى انا لما اعمله في البيت هعمله بطريقه صحيه اكتر، لان معروف ان العيش البلدي بيحطوا فيه نسبه دقيق ابيض، لكن انا بقى عملت العيش كله على بعضه بدقيق قمح كامل، ما دخلتش فيه ابدا دقيق ابيض، وطلع حلو جدا وناجح زي ما انتم شايفين كده. وكمان هقول لكم على طريقتين للتسويه علشان يطلع معاكي ناجح من اول مره، يعني مستحيل يفشل منك. وكمان من خلال الفيديو هقول لكم لو انتم عايزينه زي العيش المصري الاصلي، يعني مش بدقيق القمح الكامل بس، علشان لو انتم مغتربين وعايزين تعملوه هنعرف كل ده من خلال الفيديو. يلا بقى نشوف العيش القمر ده عملناه ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدأ الفيديو حابه افكركم، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك وشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. في الاول كده زي ما قلت لكم انا استخدمت الكيلو من دقيق القمح الكامل، انا استخدمت النوع ده اللي هو سنبله الفرات، بس ممكن تستخدمي اي نوع انت متعوده عليه. انا هاخد كوبايتين من الدقيق ده وهسيبهم على جنب وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. وعلى باقي الكيلو حطيت معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره ممسوحه من الخميره، وبعد كده هنزل بكميه الميه بالتدريج. انا في البدايه كده حطيت كوبايتين وقلبتهم شويه مع الدقيق، وبعدين هنزل بالكوبايه الثالثه. ويا ريت لو الجو عندكم بارد يعني الميه تكون دافيه شويه، لكن لو الجو عندكم حر فهتستخدموا ميه عاديه. بعد ما نزلت بكوبايه الميه الثالثه قلبتها شويه مع الدقيق، لقيت لسه الدقيق ماسك نفسه كده فمش هو ده اللي انا عايزاه، فنزلت بكوبايه الميه الرابعه علشان انا عايزه قوام الدقيق يكون سايل جدا زي ما انتم شايفين كده. ليه بقى انا عايزه قوام الدقيق يكون سايل قوي كده؟ علشان اعرف اعمل فيه الحركه دي اللي هي ادخل في العجين هواء. ولو تلاحظوا ان الطريقه دي هي اللي كانوا بيستخدموها اهالينا زمان لما بييجوا يعملوا عيش، سواء بقى العيش المرحرح او غيره، يعني المهم ان هم كانوا لازم يستخدموا الحركه دي علشان يعملوا للدقيق عرق والدقيق ينعم ويدخل فيه هواء زي ما انتم شايفين كده. فعلشان كده انا شلت كوبايتين الدقيق من البدايه، لان طبعا لو كنا حطيناهم ما كناش هنعرف نعمل الخطوه دي. وبفضل بقى قلبت في العجينه كده من 10 ل 15 دقيقه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وكل ما تعجني هتلاحظي ان الدقيق بيعمل معاكي عرق، وخصوصا الدقيق القمح الكامل، لان طبعا معروف ان الدقيق ده ما بيكونش فيه عرق زي الدقيق الابيض، فلما تعملي فيه الخطوه دي هيطلع معاكي ناجح جدا. ولو انت برده هتستخدمي العجانه فهتعملي فيها برده نفس الخطوه، بس انا حبيت ان انا اعملها على ايدي علشان طبعا مش كل الناس عندها عجانه، فهيكون الموضوع بسيط بالنسبه لهم. وبعد ما استمريت في الخطوه دي اكتر من 10 دقايق نزلت بقى كوبايتين الدقيق اللي انا كنت سايباهم على جنب. بس في المرحله دي بقى انا مش هعجن كتير، لان طبعا احنا عجننا العجينه كويس جدا، انا بس يا دوب هلمها على بعض لغايه لما العجينه تتلم على بعضها من جوانب الطبق زي ما انت شايفه كده. بس في خطوه مهمه، ان اي عجينه عيش يا ريت ومن الاحسن يعني انك لازم تسيبيها طريه وبتلزق شويه، لان اي عجينه عيش من الاحسن يعني ان هي يكون لسه فيها رطوبه او ميه شويه علشان العيش يطلع معاكي طري. وبعد ما العجينه تتلم على نفسها كده شويه من جوانب الطبق هتلاقي ايدك اللي انت كنت بتعجني فيها لسه ملزقه جدا، وهتحس ان هو عايز دي، بس بلاش وديتي انت هتختبريه بايدك التانية النظيفه اللي ما كنتيش بتعجني بيها، هتلاقيه بيلزق حاجه بسيطه كده، وهو ده المطلوب علشان العيش يطلع معاكي ناجح وطري، لان عجينه العيش كل ما تزوديها دي العيش هيطلع ناشف معاكي. حطيت بقى على ايدي شويه زيت كده صغيرين علشان اعرف الم العجينه على بعضها، زي ما انتم شايفين كده القوام هيكون ناعم جدا وبيلزق حاجه بسيطه. شايفين طريقه العجن اللي احنا استخدمناها مخليه العجينه ناعمه جدا وطريه، وكمان عملت عرق حلو جدا. بعد ما خلصت لميت العجينه حطيت برده نقطه زيت بسيطه جدا على ايدي وحطيتها كده على وش العجينه علشان اغطيها واسيبها بقى تخمر. وانا طبعا ما اقدرش اقول لك على مده التخمير لان عوامل الجو بتختلف، بس في خطوه مهمه انك هتسيب العجينه تخمر بس لحد ما حجمها يتضاعف. يا ريت بلاش تخليها تخمر لحد ما حجمها يتضاعف مرتين وثلاثه، علشان ده مش صح ابدا، لان احنا لسه هنشكل العجينه دي ونعملها كور، وطبعا عقبال ما تخلص الكميه دي كلها تشكيل فهتكون الكور دي خمرت برده للمره الثانيه، فبلاش تسيب العجينه تخمر قوي. وهنا انا بقى جبت طبق فيه رده، طبعا عايزه تستخدمي برده دي قمح كامل مفيش مشكله، عايزه تستخدمي دي ابيض مفيش مشكله، المهم ان انت لازم تستخدمي اي حاجه، لان زي ما انتم شايفين كده العجينه طريه جدا. انا خدت شويه رده كده صغيرين بحطهم على وش العجينه زي ما انتم شايفين كده علشان اعرف اقطع العجينه، وطبعا الحجم ده هيكون حسب الرغبه. شوفي انت بقى عايزه الرغيف بتاعك صغير عايزاه كبير، المهم ان انا بعد ما بقطع قطعه العجينه باخدها وبنزل بيها في الرده علشان اعرف اكورها كويس. خطوه مهمه جدا، وانت بتقفلي العجينه لازم تقفليها كويس جدا جدا، علشان من احد اسباب فشل العيش ده الفتحات اللي بتحصل فيه، فعلشان كده بقول لك من البدايه اقفليه كويس. وبعد بقى ما اخد الكره كده واشكلها في الرده او في الدقيق بقى او ايا كان اللي انت هتستخدميه، وبعد ما تكوريها وتقفليها كويس جدا هتدحرجيها برده في الرده، علشان انا عايزه العجينه كلها تكون مليانه رده بحيث ان الوش بتاعها ما ينشفش ولا يحصل فيه تشققات ولا اي حاجه.
اهو زي ما انتوا شايفين كده، لازم اغطيها كلها بالرده كده اضمن ان الوش بتاعها ما يعملش اي تشققات. وفي خطوه برضو تاني اسهل تلمي بيها العجينه، علشان انا عارفه ان في ناس كتير ما بتعرفش تتعامل مع العجينه الطريه دي، وبتحس كده ان هي متلخبطه ومش عارفه تلم الدنيا والدنيا كلها باظت. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت على صوابع زيت وبعدين قطعت العجينه، واول ما قطعت العجينه نزلت بالطرف بتاعها بس كده في الزيت، وبعدين لميتها على ايدي وبتتلم في منتهى السهوله. وبعد بقى ما شكلت العجينه كلها وعملتها كور، انا مش هسيبها تخمر تاني، لان طبيعي ان انا على بال ما بخلص الكميه كلها بيكون اللي انا شكلته في البدايه اختمر، فهو اللي ببدا بيه اول حاجه. وعلشان برضو العجينه طريه لازم افرد على رده، عايزه تفردي على دقيق مفيش مشكله. المهم ان طول ما انت بتفردي بلاش تحطي دقيق ورده الا لو حسيتي ان العجينه محتاجه، يعني حسيتي كده ان هي بتلزق منك في النشابه او على الرخامه، وقتها تبداي بقى تزودي رده او دقيق، حاجه بسيطه وحاجه بسيطه علشان العيش ما يطلعش ناشف معاكي. وكمان خطوه مهمه وانت بتفردي العجينه، بلاش تضغطي عليها قوي، هي كده كده بتكون خمرت بشكل كويس جدا، فبتكون مليانه هواء جدا، فاضغطي عليها بالراحه هي تتفرد معاكي بمنتهى السهوله. يعني انت يا دوب حطي النشابه بس كده وحركيها من غير ما تضغطي عليها علشان تسيبي هواء في العجينه وينفخ معاكي بشكل كويس. وخطوه كمان مهمه، بلاش وانت بتفردي العجينه تخلي سمكها رفيع جدا، يعني خلي سمكها يكون متوسط شويه، ولا تخليه رفيع قوي علشان العيش ما ينشفش منك، ولا تخليه تخين قوي علشان العيش ما يطلعش فيه لحم كتير. هو حتى العيش ده لو انت سبتي سمكه تخين مش هيطلع معاكي معجن ابدا، بس هيطلع معاكي سمك العيش تخين شويه وفي لحم. عايزه بقى وانت بتفردي تحطي حبه البركه، عايزه تحطي شوفان، عايزه تحطي اي بذور حطي، بتكون حلوه جدا. حاجه برده مهمه جدا، يا ريت وانت بتفردي العجينه تفردي بشكل متساوي، يعني ما تركزيش على النص بس وتخلي سمكه رفيع جدا والجوانب بتاعتك تكون سميكه، علشان لو خليتي جوانب الرغيف سميكه والنص رفيع مش هينفخ معاكي ابدا. طيب نعمل ايه بقى بعد ما نفرده؟ هل يا ترى هنسيبه يخمر تاني؟ لا مش هتسيبيه يخمر تاني، انت هتفردي اول رغيف وتفرديه على فوطه زي اللي انا حطاه هناك دي، وبعدين ترجعي تفردي الرغيف التاني والتالت والرابع والخامس. بعد بقى ما خلاص فردت الرغيف الخامس هبدا بقى تسويه في الرغيف الاولاني اللي انا سبته يرتاح شويه. لكن ما ينفعش ابدا تفردي الكميه كلها وتركنيها على جنب، لانها تخمر ولو خمرت وجيتي حركتيها من مكانها فطبعا هيهبط تاني وصوابعك هتعلم فيها، فبالتالي مش هيتنفخ معاكي كده. وهكذا بقى طول ما انت بتسوي هتفردي الكميه اللي باقيه عندك وتسوي اللي ارتاح شويه وهكذا. المهم ان انت ما تسيبوش يخمر كله مع بعض. طيب نيجي بقى لتكنيك التسويه اللي هو عامل مشكله مع اكتر الناس، على الجريل بقى او في صينيه او في طاسه ايا كان اللي عندك استخدميه، والطاسه دي تكون سخنه وعلى نار متوسطه، ولا هي عاليه قوي ولا هي هاديه قوي. واخدت بقى الرغيف الاولاني اللي ارتاح شويه وحطيته على الجريل، واول ما الوش اللي تحت يتشمع هقلبه على الجنب التاني، واول ما الجنب التاني برده يتشمع هرجع اديه تاني تقليبه، وهو بقى في القلبه الثالثه دي هتلاقوه بيترفع معاكي بشكل الامر اللي انت شايفينه ده، ومش هياخد معاكي اي وقت خالص. المهم ركزي ان انت اول ما بتحطيه بتسيبيه يتشمع، ما تسيبوش ياخد لون وما تسيبوش يعمل بابلز كده ولا فقاقيع صغيره. هتقلبيه على الجنب التاني، الجنب التاني برده هيتشمع حاجه بسيطه لان الطاسه بتكون سخنه، وبعدين هترجعي تقلبيه بقى للمره الثالثه، وهي دي المره اللي الرغيف هيترفع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهو بقى على الجنب ده هتسيبيه يترفع خالص لغايه لما ياخد الشكل بتاعه. بعد كده بقى هتقلبيه على الجنب التاني علشان ياخد لون بسيط. لكن بقى لو انت عايزه العيش يكون طري قوي يعني، فهو اول ما يترفع معاكي كده هتقلبيه على الجنب التاني حاجه بسيطه، وبعد كده هتشيليه من على النار. لكن لو انت عايزاه ياخد تحميصه زي كده فهتقلبيه على الجنبين كده حاجه بسيطه، وعلى فكره برده هو مش بينشف، هو يدوب بس بياخد لون. لكن بقى لو انت عايزاه محمص وزي ما بنقول بالمصري كده عيش مفقع، فهتفضلي بقى تقلبيه على الجنب ده شويه والجنب ده شويه لغايه لما ياخد لون بني غامق كده، لان هو كل ما بيقعد على النار كل ما بينشف معاكي، وكل ما بتشيليه اسرع من على النار كل ما بيكون اطرى معاكي. اهم حاجه ان ما بين كل رغيف والتاني يا ريت تنضفي الرده اللي بتكون في الطاسه علشان ما تتحرقش منك. اهو زي ما انتم شايفين كده تكنيك التسويه بتاعه، بجد مفيش ولا ابسط ولا اروع ولا احلى من كده، بجد المنظر ده كفيل كده بس ان هو يغير مودك ويريح الاعصاب ويهون تعب، ما بتحسيش ابدا ان انت بتعملي اي حاجه، بل بالعكس بتحسي كده ان انت بتلعبي مثلا. وطبعا زي ما عملنا في خبز العجينه السائله قبل كده، انك لو لقيتي في الرغيف اي فتحات بتمنعه ان هو يترفع فيا ريت تكتميها بالمعلقه او بالسباتيولا علشان تكتمي البخار اللي بيطلع فيتوزع جوه الرغيف ويترفع كويس. طيب دي اول طريقه من طرق التسويه اللي هي على الجريل او على صينيه او في الطاسه، سهله اهي وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. نيجي بقى للطريقه الثانيه والسهله جدا برده والبسيطه، في صينيه برده، المهم تكون سخنه قبل ما تحطي فيها العيش وتكون على نار متوسطه. اول ما حطيتي العجينه وتبدا تعمل بلالين او بابلز صغيره جدا، بشيل الصينيه كده زي ما هي وبدخلها تحت شوايه الفرن مباشره. انا حطاها في الرف الثاني تحت الشوايه على طول، اهم حاجه تكوني مشغله الشوايه قبلها بشويه علشان الفرن يبقى سخن. وانا اول ما بدخل الصينيه تحت الشوايه على طول مفيش ثواني وبتلاقيها بالشكل القمر اللي انت شفتوه ده. ولو تلاحظوا ان الطريقه دي احنا مش بنلمس العجينه ابدا ولا بنقلبها ولا اي حاجه، احنا اول ما بنحط العجينه ونلاقيها عملت بابلز صغيره جدا بناخد الصينيه كده زي ما هي وبنحطها تحت الشوايه على طول. طيب في المرحله دي بقى لو انت عايزه العيش يفضل
ده الطري طبعا اول ما يترفع معاكي كده هتسيبيه حاجه بسيطه جدا، بس ان هو يتشمع تحت الشوايه وهتخرجيه على طول، وكده هتاخدي احلى عيش طري. ولو انت عايزه الوش بتاعه محمص شويه هتسيبيه حاجه بسيطه تحت الشوايه لغايه لما ياخد لون ذهبي فاتح، بيكون برده معاكي الوش محمص شويه بس طري، والارضيه بتاعت العيش بتكون طريه جدا. طيب ولو انت بقى عايزاه محمص قوي يعني وناشف زي العيش المفقع كده اللي احنا بنجيبه من بره، فهتسيبيه بقى تحت الشوايه كده، بس طبعا هتفضلي تحركي فيه كده كل شويه علشان ياخد لون موحد، وهتسيبيه بقى لغايه لما الوش بتاعه ياخد لون شويه ويتحمر، وكده هتبقي عملتي احلى عيش محمص. يبقى كده يا امارات انا قلت لكم على طريقتين للتسويه، اختاري بقى منهم انت اللي يناسبك، هما الطريقتين حلوين جدا وناجحين. المهم ان العيش ده بقى اول ما يطلع من على الطاسه او من الفرن يعني تفرديه كده على شبكه علشان يتهوى لغايه بقى لما يبرد، ويا ريت بعد ما يبرد على طول تشيليه بقى في اكياس، لان زي ما انتم عارفين ان الدقيق الاسمر بيكون حساس جدا وممكن ينشف بسرعه. انا بقى هنا كنت محتاجه الشبكه بتاعه الفرن علشان افرد عليها العيش، فاخدت الصاج كده بتاع الفرن وقلبته على ظهره وبدات ان انا اسوي عليه. بصوا بقى هو من الاخر كده اي حاجه وكل حاجه مع العيش ده بتنفع جدا وبيطلع ناجح معاكي، يعني زي ما انتم شايفين كده انا كنت حاطه كذا حاجه على البوتاجاز اسوي فيها علشان الاحق على التسويه، لان ما بياخدش وقت ابدا ابدا، هو مجرد ما بيرتاح حاجه بسيطه بتبداي بقى تسوي، ولا بتسيبيه يخمر تاني ولا اي حاجه، وتحت الشوايه كده بدون مبالغه ما بياخدش اكتر من ثواني وبتلاقي الشكل القمر اللي انتم شايفينه ده. بس كده يا ستي وبمنتهى البساطه عملنا احلى عيش صحي بجد، سهل جدا وبسيط وطالع ناجح، مفيش ولا واحد ما اترفعش معايا. وده بقى شكل العيش بعد ما خلص خالص، وكمان كان بارد جدا. يا ريت تكونوا عرفتوا الفرق بين الطري والمحمص والناشف، هي بس بتختلف في المده اللي انت بتسيبيه فيها على النار. لو انت عايزاه طري جدا هو تقلبتين بس كده وبتشيليه من على النار، ويا سلام بقى لو تعملي كمان فيه حواوشي وهو طري كده بيكون حلو جدا. لكن لو انت عايزاه محمص ووشه ناشف زي اللي في ايدي ده، فطبعا بتسيبيه شويه تحت النار، اما ده بقى فواخد لون بسيط لكن برده لسه طري من تحت ومن فوق. طيب نيجي بقى للعيش البلدي المصري اللي كلنا عارفينه بتاع الافران. لو انت عايزه تعمليه في البيت تعملي ايه؟ كيلو الدقيق طبعا بيكون عباره عن 8 كوبايات، فانت هتستخدمي 6 دقيق ابيض عادي اللي هو الزيرو وكوبايتين من دقيق القمح الكامل علشان تعملي خليط ما بين الاثنين، بس بتكون النسبه الاكبر طبعا للدقيق الزيرو، وكمان هتفرديه على رده علشان يكون زي بتاع الافران، مع باقي المكونات هتكون بنفس النسب برده، 6 كوبايات من الدقيق الابيض، كوبايتين من الدقيق الاسمر، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره الممسوحه، واربع كوبايات من الميه. بس طبعا الميه بتختلف على حسب نوع الدقيق. وفي برده بيستخدم طريقه ثانيه، انك تخلي كيلو دقيق كله دقيق ابيض زيرو، بس لما بتيجي تفردي العيش قبل التسويه بتفرديه برده على رده. لكن لو انت بقى استخدمتي الكيلو كله دقيق ابيض وكمان فردتي العيش على دقيق ابيض، فكده هنكون رحنا للعيش الشامي شويه. هو اللعب في العيش ده بيكون باختلاف ونسب الدقيق بس مش اكتر. فكده اكون قلت لك ثلاث طرق بثلاث مكونات مختلفه، وهيكون مع نفس تكنيك التسويه طبعا. بصوا بقى انا في نهايه الفيديو هعتبر نفسي كده انكم سالتوني وقلتوا لي يا سماح طب انت بالنسبه لك انهي طريقه تسويه احسن وافضل للعيش؟ هقول لكم انا بالنسبه لي او بالنسبه لاي حد يعني متعود على ان هو يعمل المخبوزات في البيت، فهيكون الطريقتين بالنسبه له حلوين جدا. لكن بقى لو في العيش حاجه زي اللي انا بوريها لكم دي دلوقتي، بالنسبه بقى لاي حد مش متعود او حتى لاي حد لسه مبتدئ مش هتعرف تتعامل معاها، خصوصا لو هي بتسوي على الطاسه، لان طبعا فتحه زي دي هتطلع بخار كتير، فممكن ما تعرفش تتعامل معاها والرغيف مش هيترفع، وهتحس بقى ان الدنيا باظت وان العيش مش ناجح، فمش هتعرف تتصرف ابدا. انا بالنسبه لي كتكنيك تسويه علشان العيش كله يطلع معاكي بجد ولا غلطه ومفيش ولا واحد معاكي مش هيترفع، فبنصحكم ان انت تستخدموا طريقه الفرن، لان بجد هي دي الطريقه الاضمن وكمان الاقرب للعيش اللي احنا بنجيبه من بره، وكانك كده مستخدمه فرن غاز بالظبط. مستحيل، وانا باكد عن كلمه مستحيل، وانا متاكده ان في رغيف ممكن يفشل معاكي وما يترفعش. وكمان التسويه في الفرن بتخلي العيش حتى بعد ما بيطلع من الفرن بيكون محافظ على شكله والوش بتاعه بيكون قابب شويه، اما التسويه في الطاسه بعد ما بترفع في الطاسه والطبقتين بيفصلوا كل حاجه، بس اول ما بنشيله من الطاسه ويخرج الهواء بتاعه ما بيكونش الوش بتاعه فيه قبه كده زي العيش بتاع الفرن. وبس هو ده الاختلاف بين الطريقتين، بس هما الطريقتين ناجحين جدا، بس انا حبيت اعمل معاكم الاثنين وانت اختاري الانسب ليكي. بس النصيحه مني لو انت لسه مبتدئه فاختاري طريقه الفرن احسن علشان تريحي دماغك كده وتتاكدي ان مفيش ولا رغيف هيفشل معاكي. وبس كده يا امارات، وعملنا العيش البلدي المصري الصحي بدقيق القمح الكامل من غير دقيق ابيض ابدا، وطالع معانا ناجح زي ما انتم شايفين كده، ما فيهوش ولا غلطه، طري جدا وينفع للسندوتشات، وكمان حمصيه علشان تعملي بيه احلى فته، تاكلي بقى بيه احلى ملوخيه وويكه علشان ما تحرميش نفسك من اي حاجه، تاكلي كده وانت ضميرك مرتاح. يا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا منه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه، بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتم استفدتوا من الفيديو ده تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش اللايك والشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.